جحافل من البعوض تلتحق بأطنان من القمامة والمئات من برك المياه والمستنقعات الراكدة التي لم تتم معالجتها لتجعل حياة الألاف من متساكني مدينة صفاقس جحيما لا يطاق. رانا تقليده بالوشويش. الوشويش أكلتنا. الوشويش أكلتنا. منقذونا راه والله الواحد نهار كامل عرفت يعاني. سكروا في الديور وشعلوا في النور البرة النور تشعل البرة وهي تدخل على الديور الداخل. النوم ما الحي راهو خمس بالزبل والبلديه ما نظف تنظف بالباهي تجيك تعديه تقيم لك في اللي تقيموا في اللي لا البلديه تتعدى حد الكيس ارى إنها اللي نحرقوا فيه الاولاد وكل شيء واحنا صغارنا يتضروا مش معقول واحنا هذا اللي لينا والوش في حاله رانا في حاله فقد غطى البعوض كل شيء ولم يسلم منه لا الكبير ولا الصغير وحول ليلهم نهارا مما استدعى الكثير منهم الذهاب لاستشارة الطبيب احنا ديما نعاني في الصيف من كثرة البعوض ومن كثرة المشاكل هذه لكن المرة هذه بصفة خاصة وبصفة أكثر من من المرات السابقة على خاطر توفر معناتها ظروف ملائمة جدا معناتها التلوث الأمطار ارتفاع الحرارة الغداء الغد معناتها كثرة الغداء معناتها هاي البرك المياه أه ان شاء الله هذا كله مع انت يرجع الى معناتها عمل اعوان البلديه اللي هما عندهم عندهم دور كبير باش يعاونونا على القضاء على هذا على هذا الافه اسباب كثيره ساهمت وساعدت في تفريخ البعوض ارجعها المسؤولون اساسا الى ارتفاع درجه الحراره بعد تهاطل الامطار الى جانب النقص الذي تشهده مصلحه التبخير على مستوى المعدات والالات الضاغطه اللي صار انه الامطار هذه كانت بشكل معناها غزير نعرف احنا البنيه التحتيه نتاعنا على مستوى قنوات تصريف المياه وعلى مستوى معناها حالة الطرقات وإلى غير وإلى آخره باعتبار أنه فما أماكن ماهيش معبدة بطبيعة تولي أماكن اللي معناها تراكم المياه وتولي ثم مياه راكدة هذا الكل مع الحرارة الشديدة اللي جات بعد نزول الأمطار هذه هذه ظروف طبيعية بون خارج عن نطاقنا احنا لكنها تساعد على انتشار وعلى تكاثر الحشرات وخاصة البعوض البلدية تنظف الزبلة وينظفوا البلايص اللي فيها الزبلة وتا المنبع نتاعها يموت غاديك ما وبعد يكمل في الحوم معناتها هي يعمل الدواء بإذن الله تنحى المسؤولين مقصرين برشا لازم يخدموا على أرواحهم برجلية في الظروف هذيا فهمتني قاسية يخدموا لازم يخدموا على أرواحهم لازم شوية ولا والبلدية شوية نظفوا فهمتني باش يبعدوا علينا الوسخ ولا هده. يخدموا خدمتهم رغم الامكانيات المحدوده اللي موضوع على ذمتها على مستوى المعدات على مستوى الموارد البشريه لكن قاعدين نخدموا والمصلحه هذه قاعده تخدم بمعنى نسق كبير برشا معناها ما ليلا ونهارا لكن لا بد من معاضدة مجهود البلدية بمجهودات أطراف أخرى وأكدت البلدية أنها لن تدخر أي جهد لمجابهة هذا الوضع المتأزم كما أنها عاقدة العزم على تحمل المسؤولية كاملة للعمل على التخفيف عن المواطن وتحسين الواقع البيئي بكافة أرجاء منطقة بلدية سفاقس مش كان البلدية طرف معني بمقاومة الظاهرة هذه هناك عديد الاطراف المداخلة كما الفلاحه كما اداره المياه التجهيز معناها عده معناها كذلك الديوان الوطني للتطهير هذوما اطراف لابد ان تكون معناها ثم جلسه تجمع الاطراف هذوما الكل وهذه معناها البرنامج اليوم ان شاء الله معناها يوم اليوم الثلاثاء في مع تحت اشراف السيد والي صفاقس جلسه تضم الاطراف الكل بما فيها البلديه من اجل وضع معناها برنامج عملي لمقاومه الظاهره هذه بحيث انه الاطراف الكل الكل معناها يقوموا بالمجهود اللي محمول عليهم باش في الاخر معناها نوصلوا الحل انه نقضيه على الظاهره هذه والمواطن على الاقل ينعم ب معناها كما نقول احنا بيئة سليمة ووضع معناها على الأقل صحي سليم فهل ستنجح البلدية بأعوانها ومعداتها المتواضعة لتضع حدا لمعاناة مئات الآلاف من المواطنين الذين ذاقوا ذرعا بهذا الوضع <applause>